اوكي مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو نحن حابين بس نشجعكم تروحوا تشوفوا تلاقي المشتري مع زحل بالسماء، اوكي، بصفحة السماء. طبعا هن ما بتلاقوا، ما بتصادموش ببعض يعني، لا، بس هن بيكونوا بصير يعني حاليا بتشوف زحل شوي اعلى، هيك اعلى بشوي من المشتري، اوكي، بعينك التلسكوب حيقلب لك هن، لانه هذه من طبيعه التلسكوب، اوكي. فبس شو المميز بهذه الطلاقه؟ اولا انت عم تستعمل يعني حتستعمل كاميرات، اوكي، وانت جايين الطلاقه بالزمن اللي فيه الكاميرات صارت متطوره. كمان انت عم تحكي عن الطلاقه اللي هو بيقولوا انه اقل شيء ليتلاقى مره ثانيه زحل والمشتري بصفحة السماء، بدك تحكي لك شيء 400 سنة، تمام؟ وعم تلاقيهم لما نحكي عن طلاقي يعني بتخليهم يطلعوا بنفس الصورة، تخيل بنفس الصورة. طيب هلا الشباب اللي بعدهم ما لحقوا، لسه بعد في فرصة، اليوم 21 كانون أول ديسمبر 2020 يعني، لسه بعد في كم يوم لقدام بتضل فيك تلاقيهم بنفس الصورة، فالحق حالك. هلا اللي بلشت تطلع معه خارج الصوره شو يعمل؟ يخفف من قويه العدسه العينيه، ما يفكرش يعمل زوم، كبرش الصوره، انت بدك تفرجه انه ممكن يتلاقوا بنفس الصوره، هذا هو الهدف، تمام؟ مثل ما عملنا بالفيديو اللي شاركته من شوي، راح شاور كمان عليه برابط برابط. هلا لو انه مثلا الغروب كان ابكر بكثير بالشتاء، عم بيصير مثلا شي الساعة 4 بدل الساعة 5 توقيت بيروت، اوكي، 4 او 3 مثلا، تخيل هيك يعني، مثلا الناس بالسويد هون، الناس هذيك بيقدروا يشوفوا هون بوقت بيكون القمر والمشتري وزحل، اوكي، نسبيا متلاقيين، يعني فيك تصفهم شوي في نفس الصورة، اوكي. طبعا قلنا لكم هاي شغلة ما بتحدثش بشكل بسيط يعني، او صعب تتكرر على الفرد الواحد منا، اوكي. فهذه اهميه الموضوع، اوكي. انا برايي ممكن يتلاقوا الثلاثه لو انه الغروب، وبحيث انه القمر يكون طالع يعني، عرفت شو؟ هلا يمكن المفروض اطلع على الخريطه الفلكيه واشوف يكون اي ساعه بالضبط توقيت بيروت، بس بيكون فعلا الساعه بعد الدنيا ضوء، عرفت شو؟ ما صعب تصورهم. هلا يعني الناس اللي بعرفش اذا في حدا على الاقطاب، احد الاقطاب، احد اقطاب الكره الارضيه بتضلها عتمه، فبضل ممكن يقدر يشوف الثلاثه بنفس الوقت، تمام؟ يمكن. هلا انا ما بعرف امتين بتلاقوا الثلاثه مره ثانيه، وكمان احنا يعني زي عم بتصير ثلاثه بواحد، عرفتوا كيف؟ طلع صفير وحجر واحد، هيك القصه، اوكي؟ ومش بضلك كل شوي زيح التلسكوب نون زيح التلسكوب نون، عشان هيك، اوكي؟ او حتى لو كنت تلسكوبك على موتور ما بيأثر، زيحه يمين شمال، ما هي كمان ثقيله، اوكي؟ حتى لو كان في المواجه المتابع الملاحق على الكمبيوتر بيحق لك اياهم، تمام؟ فما حلو هيك يعني. طيب اذا بشجعكم كثير تلحقوا هالفرصه، اوكي، هاي فرصة ذهبية صعب تكون تشوفوها، أي حدا بتعرفوه عنده تلسكوب خليه يساعدكم على مشاهدة هذا المشهد، اوكي؟ طبعا هذا مشهد من العمر، اوكي؟ من العمر شباب، أي من الدهر، عم نحكي لكم ب 400 سنة على الأقل، وفي ناس بيحكوا ب 800، أنا ما بعرف شو الحسابات الصحيحة، بس بيقولوا في ناس ب 800 سنة، تمام؟ وهذا كل شيء، اوكي؟ وكمان اللي حابب يشوف كيف الطلاق عم بيصير على الخرائط الفلكيه، استعمل برنامج ستار ووك، او مثلا عندك على الكمبيوتر اللي عنده نظام لينكس في عندك كي ستارز، ممكن تلاقيه على الويندوز وعلى الماك، بس على اللينكس احسن، وبعدين على اللينكس بتلاقيه ممكن يتوصل، يعني بتوصل هو على التلسكوب اللي على الكمبيوتر، في تلسكوبات بتوصل على الكمبيوتر، بس على اللينكس اهون، تعريف مش محتاج كثير هذا التعريف، اوكي؟ مش محتاج تعمل شيء، بس وصل الكابل وخلاص تلاقيك شابك وداخل، تمام؟ هذا كل شيء، والسلام، باي.